بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. النهاردة هنتكلم على أنواع التخزين ونظام التخزين والدنيا في التخزين شكلها إيه؟ إيه؟ واحد يقول لي يعني إيه مش فاهم. النهاردة أنت حضرتك كنت بتتعامل مع الهارد ديسك مثلا بتاعك، بتقسمه وتبدأ تحط عليه الديتا والكلام ده. تعال نشوف القصة بتمشي ازاي. الاول بس نشوف الـ Virtual Machines اللي انا مشغلها لك وعامل لك منها نسخ، مجهزها لك ان انت تشتغل عليها. دي ويندوز سيرفر 2003 طبعا، برضه بعد الهارد اللي توكل على الله وكان لسه ما رفعتش الحاجات ديت، ف خلاص حطيتها لك. يعني عملت نسخة جديدة النهاردة اهي، ويندوز 10 64 بت انتربرايز اديشن. طيب بص يا جميل، تعالى كده ناخدها من تحت. عملت لك نسخ ويندوز 10، ويندوز 95، ويندوز 3 11 ودوس بتاع زمان، ويندوز 2000 سيرفر، ويندوز 2003 انتربرايز اديشن، و2000 سيرفر ده داتا سنتر اديشن، ويندوز 2012 ريليس 2، ويندوز ميلينيوم، ويندوز اكس بي. الاثنين اللي انتهوا تماما، الميلينيوم والاكس بي، يعني اوريدي دول ضغطتهم كده معناها انه خلاص هم اوريدي ايه شغالين 100%، مش محتاجين اي حاجه خالص يعني. تمام التمام. طيب حضرتك في الاول لما بتيجي تستخدم كلاينت اوبريتنج سيستم زي اخونا الجميل القديم خالص ده، خلي صاحبنا ده بس يقوم. اوكي يا عم نكست. ادي 2003 والويندوز 10 والويندوز سيرفر 2016. طيب لو سمحت يا استاذة شغل لنا بس الميلينيوم. ايوه كده قام اهو هيقوم. يلا تخيل حضرتك الاول في البدايات انت كنت بتستخدم كلاينت اوبريتنج سيستم، والكلاينت اوبريتنج سيستم ده كان بيبقى اسمه 9X او 9X. من اخواته كان الويندوز 95 والويندوز 98 اذا كان فيرست اديشن او سكند اديشن، والويندوز ميلينيوم. هناخد مثال واحد منهم بس وليكن نشتغل على الميلينيوم عشان التعريفات مظبوطة مع الـ الفي ام وير. بكل بساطة سعادتك، انت طريقة الانستليشن اولا مختلفة مش محتاج تعرفها دلوقتي، ولكن يستحسن ان انت يعني تبقى تاخد فكرة عنها مع نفسك، او لو عندك مشكلة بقولي وانا اظبط معاك. الاوبريتنج سيستمز دي انت ما كنتش بتعرف تعمل معها اي عفريت ولا الطراوة. بمعنى يعني ايه بتعرفش تعمل معاها اي عفريت؟ يعني انت كنت كلاينت زبون عادي بتنزل نسخة الويندوز تحط برامجك تشتغل عليها وخلاص كده. تيجي بقى سعادتك تقسم الهارد من فوق الويندوز والحوارات دي، لا كل سنة وانت طيب، مالكش في الليلة دي، مش بتاعتك. يعني مفيش كليك باليمين ورايت كليك هنا وتقول له مانج يقول لك اه اوكي اتفضل يا حبيبي اعمل اللي انت عايزه، مفيش الكلام دوت. يبقى هنا خد بالك، بداية الشغل بتاعك في الويندوز ان تي او نيو تكنولوجي رايت كليك ومانج،
خد بالك ان الميلينيوم نزل بعد ويندوز 2000، بعد عيلة الويندوز 2000. عيلة الويندوز 2000 كان فيها مانج، يعني هي اقدم من الميلينيوم، فكان فيها قصة المانج. يبقى انا هنا اتعلم حاجة، ان انا لما عاوز اعمل حاجة في جهاز ابتدي بالايه، بالمانج. مانج دي بتعمل منها كل حاجة. بطلوا انتاج من اول ويندوز ميلينيوم، تم غلق موضوع الانتاج دوت بقى، بطلوه خلاص، ما عادش فيه 9 اكس ولا بدنجان خلاص، وقفلوا على السيرة دي خالص. بعد الميلينيوم راحوا منزلين على طول ويندوز ايه، اكس بي، ينفع للبيوت، وينفع منه نسخ منه تنفع للبيوت ونسخ تانية تنفع منه للأعمال. وبطلوا بقى ينزلك الناين اكس بتاعت الكلاينت اللي انت ايه شايفها قدام حضرتك، على الرغم انها كانت فيها شغل لذيذ مش موجود في الويندوز 2000، ولكن وكان الويندوز 2000 اقل شهرة كبروفيشنال اديشن بتشتغل عليها، ولكن الاكس بي غطى على الكلام ده ايه كله. مفيش كليك باليمين وتعمل مانج والحوارات دي، مفيش الكلام ده خالص. موضوع الاي بيهات والشغل بتاعنا بروبرتيز بقى حضرتك، وايه النتورك، وتدور على تي سي بي على اي بي بتاعك، واخد بالك انت، وتبدأ تحط له ايه اي بيهات. المشكلة الاحلى من كده بقى، مثلا لو انا وريتك الويندوز 95 مثلا، مش هتلاقي عليه اساسا الاي بي ادريسنج اللي هو تي سي بي على اي بي، مفيش الكلام دوت. ده انت تعمل له انستليشن، لانه هو شغال بالاي بي اكس على اس بي اكس، وشغال بال النت بي اي. ولو نشوف الكلام ده بعده مفيش مشكله. مانجنج الهارد ديسك انت مش عارف تعمل معاه حاجه، فبتضطر ان انت باسطوانه الويندوز تعمل بامر، تشتغل بامر كان اسمه اف ديسك. ولكن الاف ديسك ده ليه ليميتيشنز كتيره، وكان برضو يعني شاشه سودا وكوماند لاين. مفيش مشكله، ما انت اوريدي بالشيل اللي بتعمل الكلام دوت، والكوماند لاين دلوقتي الدنيا اتغيرت، ولكن حدودك ضعيف، يعني حدودك ضعيفه جدا. ايه بيه، فخلاص احنا فكينا نفسنا من العهد بتاع الميلينيوم وال9 اكس عموما، اللي هو 95 98 والميلينيوم، ودخلنا في عهد جديد اللي هو الويندوز 2000 وما بعد ذلك. الويندوز 2000 وما بعد ذلك، انا مش بحكي لك تاريخ، خد بالك عشان الكلام ده مهم جدا، وبالذات للناس اللي عمرها مش صغير، يعني فوق مثلا فوق 27 28 سنة، المفروض ان هو يكون عنده خلفية بسيطة، يعني من اول اكسبيتس. اوكي، الناس الأكبر من كده لأ، حبيبي أنت لازم تكون عندك خلفية عن الدنيا القديمة شوية، بسيط يعني، مش لازم تكون مخترع، ولكن لازم يكون عندك خلفية شوية. عندك جه أخونا إكس بي، هو ده بداية الإيه، النهضة اللي إحنا فيها. طبعا مش بدايتها، هو بدايتها ويندوز 2000، ولكن ناس كتيرة ما اشتغلتش على ويندوز 2000، ولكن الاكس بي يعني ككلاينت اوبريتنج سيستم الناس كتير اشتغلت عليه، و كان ليها وله اثر جيد يعني، قدام فترة طويلة جدا 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 الناس شغل الناس عليه يعني. لازالت انت ممكن تروح شركة دلوقتي، لحد دلوقتي تلاقي عندهم اكس بي بعض الناس يعني، وممكن بعض الناس تلاقي عندهم ويندوز سيرفر 2003. طيب دلوقتي احنا عندي مثلا ويندوز سيرفر 2003 او 2000 او حتى ويندوز اكس بي، ازاي انا بقدر اقسم الهارد ديسك بتاعي؟ احنا بقى نبتدي في الاستورج. ازاي بقدر اقسم الهارد ديسك بتاعي؟ ازاي بتعامل معاه؟ تعال نشوف. مانج هنا موجودة، لو فتحنا الـ2000 دلوقتي هنشوفها برضو موجودة، موجودة في أي إصدار ما بعد الويندوز إكس بي. خلاص عندك إيه قصة المانج ستيل إيه، خلاص بقت موجودة عندك. طيب دلوقتي إحنا في الديسك مانجمنت، لو نيجي نبص كده حضرتك، عندك هارد ديسك
بتاعك اللي هو بيزك، خد بالك بس واحدة واحدة عشان نبدأ نفهم ده ام بي ار بيزك، خد بالك ام بي ار بيزك، وهنعرف بقى شوية مصطلحات كتير قوي هنغوص فيها المحاضرة دي والمحاضرة الجاية ان شاء الرحمن. المحاضرة الجاية ان شاء الله هتلاقي نفسك بتغطس جواها يعني. طب هسألك سؤال، هل انت من مقدرتك ان انت في الاكس بي هنا تقدر ان انت تقلل مساحة الدرايف ده؟ لا ما تقدرش، ولكن انت ممكن تنزل برامج مساعدة تعمل معاك كده. واحد يقول لي ازاي يعني؟ زي البرنامج اللي هقوله لك حالا دلوقتي. انا اوريدي منزل ايز اس مثلا بارتيشن ماستر، ده بروجرام ممكن تسطبه على ال ال ثواني حد فتح المايك، اقفل المايك. ممكن تسطبه على الاكس بي وتقدر ان انت ايه تقسم الهارد ديسك بتاعك مفيش مشكلة. لا انا دلوقتي بتكلم على المنتج، اوكي بتكلم على المنتج بتاع مايكروسوفت نفسه. هل اقدر انا اقدر اصغر او اكبر الهارد ديسك؟ يعني انا شايف ان هو 1 تيرا درايف وعليه الديتا بتاعتي، هل ان انا اقدر اصغره شوية او اقلله شوية؟ طبعا تقدر، بس مش من خلال الاكس بي. ده اوبشن كان اتوجد من بعد كده يعني، من اول ويندوز ايه 7. طيب انا دلوقتي عايز ابتدي من الاول، انا مش عارف حاجة، انا عندي هارد ديسك وعايز اقسمه، ازاي بقسم الهاردات وايه اسماء التقسيمات وايه وامتى اعمل كده وايه امتى اعمل كده؟ هل في طريقة ما اقدر اعرف فيها الكلام ده؟ اقول له طبعا احنا هنبتدي من الصفر ان شاء الله. يقول لي طيب جميل، تعالوا بقى ايه نوقف المكنة الـ 2016، نقول لها حضرتك ممكن تنامي لك شوية. مش محتاج ريسورسز تشتغل مع الرامات تبقى تقيلة شوية معايا. الويندوز 10 دي محتاجة تتوضب شوية، لسه فيها شوية شغل، لسه حالا بتقوم فعايزين نوضبها ونرفعها للناس برضو، فبرضو ايه لسه فيها شوية شغل ولسه مش وقتها دلوقتي. ودي الـ 2003 برضو ايه عايزة تتظبط وتترفع، لأن لسه هتاخد مايجريشن بقى من 2003، زي تم مايجريشن من 2000 و2003 ل 2012 ل 2016، الحوارات دي كلها ان شاء الرحمن ايه لسه هنعيش حياتنا فيها ان شاء الله. مايجريشن للسيرفيسز ومايجريشن للرولز بتاعت الاكتيف دايركتوري. جميل. طيب انت معاك ماكينة اكس بي دلوقتي شغالة، انا عايز اوصل عليها هارد ديسك وابدأ ان انا اتعامل ايه معاه. اذا كان الهارد انا موصله يعني فتحت الديسك توب وحطيته جواه، او كنت موصله يو اس بي، بس خلينا مش يو اس بي، خلينا انت موصله جوه الجهاز. حلو كلام، كلام جميل. طيب بص يا سيدي، واحدة واحدة كده هعمل كليك باليمين على ماي كمبيوتر بتاعي، ونفتكر ان احنا خدنا الحتة الصغننة اللي انت هتشوفها دي دلوقتي تاني معانا، وبنعيدها تاني للمرة التالتة والتانية. بقول ديسك مانجمنت او ديسك مانج، وهبدأ ان انا اقول له لما بس يحمل معانا هبدأ اقول له اعمل لي ايه فيرتشوال هارد ديسك. كليك باليمين كريت في اتش دي، خليني في اتش دي بس كده اهوت، ونقول له اعمله لي بالجيجا. هنقول له اعمله لي 100 جيجا كفايه قوي، او 250 جيجا، وحطه لنا بره يا سيدي على الايه الديسك توب. اعمل لي فولدر اسمه ديل اوك، عملنا هارد ديسك 250 جيجا بس هخليه دايناميكلي اكسباندنج، واقول له ايه اتس اوكي. عمل لي هارد ديسك اهو، انا جاست ان انا هقول له ايه ديليت. خد بالك في عندك هنا، انا شغال على الويندوز 10، ففي عندك انيشالايز، وخد بالك من المصطلحات الصغيره دي، واوف لاين، وفي ديتاتش في اتش دي، وطبعا البروبرتيز موجوده. طيب اقول له ديتاتش، فكك منه، وهنبتدي بقى ايه نيجي على المكنه الاكس بي ونقول له سيتنجز بتاعتها ونضيف عليها الهارد ديسك.
تقول له سكازي او اي دي مش هتفرق معانا. كريت اقول له لا يوز ان اكزيستنج هارد ديسك، اقول له براوز واروح رايح بره خالص على الديسكتوب واقول له هات لي يا ابني الهارد اللي عندك فين في دل 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 اهو. وطبعا هو بيقول لي في ام دي كي، انا اقول له لا ما انا مش في ام دي كي ولا حاجه، هات اول فايلز. فالفايل الفولدر الفايل اسمه اوكي اتس اوكي، اقول له ايه في نيتو حبيبي. تم اضافه الايه الهارد ديسك، تم اضافته. طب هل اقدر انا كليك باليمين بقى وابدا ان انا اقول له مانج، وابدا ان انا اقول له ديسك مانجمنت، وابدا اقسم معاه؟ يعني زي ما انت شايف الاكس بي ما حسش بيه، على الرغم ان انا عامل له كونكت، استنى عليه شويه هيحس بيه. يعني ده فور شور، شويه كده بسيطه هتبص تلاقيه حس ايه بيه. او نعمل ريستارت الماشين على طول في السريع اهو، ستارت منيو شوت داون، نقول له ريستارت. طب واحد سألني سؤال، طب هو الاكس بي احنا مالنا بيه يا عم صقر، احنا هنشتغل بقى على ويندوز 10؟ اقول له حضرتك يعني هما لما تروح مكان تشتغل فيه هينزلك على 10 على طول مثلا، ولا انت ضامن يعني خلاص كده ماسك فيها؟ يعني انت ضامن ان انت تنزل تشتغل ويندوز 10، ولا ممكن تلاقي ناس شغالة بويندوز 2003 ويندوز اكس بي والكلام ده؟ طبعا المفترض ان محدش يشتغل بالحاجات دي، لان النهارده دول يعني الفرنابيلتيز فيهم يعني مليون في المية، وتقدر ان انت تخترق اي مكنة اكس بي، اي مكنة، وما اي مكنة 2003 تخترق بسهولة جدا، وتقدر ان انت تاخد الديتا اللي عليها في لحظات. ويمكن انا كنت عامل فيديوز للكلام ده، ولكن وارد ان انت تروح في مكان هتلاقي كده. تعمل ايه بقى ساعتها؟ عموما احنا بناخد طريقة تقسيم الهاردات ان كان هنا او هنا او هنا، بس بنشوفها واحدة واحدة من تحت، وكده كده بدل ما نشرحها على الويندوز بتاعها لا نشوف الامكانيات وحدودنا ايه هنا، ونكمل نفس الكلام بس نكمله بقى في الاوبريتنج سيستمز الاعلى من كده لحد ما ننتهي من 2016 نهائيا ان شاء الله. الديسك مانجمنت، فبيقول لي انا حاسس بهارد ديسك، وبيقول لي بص هو من نفسه كده جاي بيقول لي ايه انيشالايز، مفيش غير عندك انيشالايز. لو خدت بالك في الويندوز 10 ما كانش فيه انيشالايز بس، كان فيه حاجات تانية. شفت بقى التطور؟ طيب اقول له انيشالايز. انيشالايز معناه ايه؟ شوف لي الهارد ديسك دوت كده، او وصل له الكهرباء. حلو الكلام، حلو الكلام. اللي انا محتاجه هنا ان انا هبدأ اقسم، اقول له نيو بارتيشن واعمل لي بارتيشن جديد. حلو الكلام، كلام جميل. طيب بص يا باشا، دلوقتي النظام اللي احنا شغالين عليه ده اسمه بيزك ام بي ار. ممكن ام بي ار اختصر لكلمه ماستر بوت ريكورد، وهنرجع نتكلم على جزئيه الماستر بوت ريكورد اللي اتكلمنا عنها من كام محاضره تاني، ولكن مش النهارده ممكن، يعني بس يعني المره الجايه ممكن ان شاء الله الرحمن، بس يعني افتكر معايا الام بي ار. طيب باشا، انت ما قدامكش غير ان انت تعمل اربع حاجات، اخرك اربع درايفات في الشكل اللي انت شايفه قصادك ده. ال 250 جيجا دول اخرك تقسمهم اربع ايه حاجات. واحد يقول لك لا انا بقسمهم اكتر من كده، ما انا هقول لك اربع حاجات ايه. هنفتح تكست فايل ونقول له فورمات، اظبط لي الفونت حوالي 20 24. حلو قوي 24 اعتقد كده تمام. طيب بص يا سيدي، في عندك حاجة اسمها برايمري بارتيشن. خد بالك بالله عليك من موضوع برايمري دي، هيبقى برايمري بارتيشن تمام. وفي حاجة عندك اسمها اكستندد بارتيشن، في حاجة عندك اسمها لوجيكال بارتيشن، وكل دول في نظام اللي اسمه ايه بيزك ام بي ار، بيزك ماستر بوت ريكورد. خد بالك بالله عليك من الكلام دوت ماشي. طيب يبقى احنا شغالين بنظام اسمه بيزك ام بي ار، عشان لما هناخد حاجات تانية اقول لك لا الموضوع هنا اختلف. ماشي يا عم الشيخ. طيب برايمري هنا يعني تستطيع ان انت تاخد الهارد ده وتحطه في جهاز تاني وتسطب عليه ويندوز،
ده البرايمري. حلو الكلام، كلام جميل. تعمل له حاجه اسمها سيت اكتيف بارتيشن. طب تعال نشوف كده، تعال نعمل برايمري كده الاول، او كليك باليمين ونيو بارتيشن، نقول له نيكست، نقول له برايمري بارتيشن ولا اكستندد بارتيشن، اقول له لا برايمري. ليه بقى؟ لو انا قلت له اكستندد هنا معناه ان الهارد ديسك ده عمره ما ينفع تاخده تحط عليه ويندوز في حته. حلو حلو، فاقول له اعمل لي برايمري بارتيشن، واعمل لي مثلا الدرايف دوت هسطب عليه ويندوز مثلا اكس بي مثلا، فكان ايامها اخرك لو عملت 70 جيجا حلو قوي، 100 جيجا ده انت واد جامد قوي. ماشي، طب خلينا نعمله مثلا يعني 80 جيجا. 80، طب 80 جيجا اللي هم حوالي 80,000، 80 وحط 3 اصفار بعد ال 80 اهو، 2 3. حلو كلام، كلام جميل، قول له نيكست. فبيقول لي هنا افرمته لك، يعني ادوا لك درايف ايه او لا، امال ايه الماونت والحاجات دي؟ واحده 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 واحده. طيب قول له بيرفورم كويك فورمات، فرمت يا باشا، فرمت ايه وتوكل على الله. ماشي، عمل فورماتنج للدرايف وبقى هيلسي وزي الفل. طيب خد بالك، انت ده عاوز تنزل عليه ويندوز، عشان ينزل عليه ويندوز يتسطب عليه ويندوز، فحضرتك المفترض ان انت تعمل عليه كليك باليمين وتقول له مارك بارتيشن از اكتف. لو ما عملتش كده هتمسك الاسطوانه بتاعتك، وافتكر معايا الكلام اللي انا بقوله كويس جدا، هتمسك الاسطوانه بتاعتك وتسطب ويندوز، ينزل الويندوز، وبعدين تبص تلاقي ايه، ها بعد ما بينزل يقول لك هعمل ريستارت واقوم، وطلع الاسطوانه، يقول لك خرج الاسطوانه، تخرج الاسطوانه، يعمل ريستارت، هوب يقول لك مفيش سيستم، انت مجنون يا ابني؟ تروح حاطط الاسطوانه، يبدا ان هو ايه، هيسطب من جديد. ايه الجنان ده؟ انا هفضل بقى اسطب ده ايه، انا قعدت في لوب ولا ايه؟ قال لك يا باشا ما انت ما عملتش مارك بارتيشن از اكتف، ما قلتش للبايوس، يا بايوس، البايوس بتاعت الجهاز الكمبيوتر بتاعك، انها تقوم من الايه، من الدرايف ده، تقوم الداتا من الدرايف ده. بدات افهم يا معلم، بدات افهم. يبقى لازم اقول له ايه، ها مارك بارتيشن از اكتف. خلاص خلاص، يبقى ده اللي هينزل عليه ايه، الملفات الاولانيه اللي بتقوم الويندوز، مش ملفات الويندوز. مش لازم تنزل ملفات الويندوز هنا، في ملفات الاولانيه. طب الملفات الاولانيه اللي هي الايه يعني، اللي هي اسمها سيستم فايلز. هنشوف السيستم فايلز دول شكلهم ايه واحده واحده. طيب عايز اقسم، انت قلت لي اخرك اربعه، يعني ايه اخرك اربعه؟ اخرك اربعه، ها اربعه برايمري اند ها نو نو ها مور نو مور، مفيش تاني. لو عملت اربعه برايمري البس الحيطه، خلاص اخرك كده. واحد يقول لي يعني طب تعالى نجرب كده، اقول له نيو بارتيشن وبرايمري بارتيشن، واعمل لي 5000 ميجا، ايه المشكله يعني؟ محدش لو عندي حاجه اهو. ماشي ماشي، فورمات مش فورمات اللي راحك اهو، بلاش فورمات ولا بتاع، خلينا نخلص اهو اهو. ده الدرايف التاني، طيب الدرايف التالت اهو، نيكست نيكست، اديله 5000، ايه المشكلة؟ اهو نيكست اهو نيكست فينيش، الله اهو عملت تلات. طيب والرابع؟ ها نيو، ها نيكست، ها برايمري، ها 5000 مثلا. براحتي بقى، ما انا عايش بقسم كل خمسة جيجا مع بعض براحتي، كل 10 جيجا مع اللي ريحك، اللي انت شايفه. قول له ما بلاش تفرمت يا سيدي، قول له نيكست وايه فينش. لحد دلوقتي حضرتك انت شايف انت عملت كام بارتيشن؟ اربعه برايمري. طيب ذكر اعمل لي بارتيشن تاني، قال لي كل سنه وانت طيب. ايه ده، ده الويندوز خايب، انا عندي في اللينكس مش عارف بيشتغل. قول له لا، لا ويندوز ولا لينكس ولا في اي حاجه تانيه ما بيشتغلش، ما لهاش علاقه يعني، ويندوز ولينكس وكله نفس الكلام. اها طيب، وبعدين قال لك كده تلبسته في الحيطه. تخيل انت جايب هارد ديسك 250 جيجا، هدرت منه في الشارع كده ان الوكيتد 157 جيجا، يا نهار ابيض، ده ليه كده؟ قال لك ما انت اتغبيت وعملت لي اربعه بارتيشنز برايمري. طب ايه الحل؟ قال لك بص، حل من الاثنين، انت حابب تشتغل على برايمري اتس اوكي، مفيش مشكله. الدرايف الاخير ده حضرتك هتدلته وتروح رايح جاي كليك باليمين على ده وتقول له نيو بارتيشن وتقول له نيو، وعايز تعمله برايمري ما عنديش اي مشاكل، ونكست وايه، ونكست ونكست ونكست، وبالتالي كده عمل بتاع، هيعمل بتاع كلها ايه، برايمري بارتيشن. كده انت استفدت بالمساحه، اربعه اخرك اربعه درايف برايمري بارتيشنز اوكي، يشتغل معاك. هتقول لا يا باشا انا مش عايز درايف واحد 160 جيجا، لا لا لا
مش عايز كده. امال عايز ايه طيب حضرتك؟ قال لك لا ده انا عايز اقسمه قطع. قال لك اه عايز تقسم قطع، فحضرتك ملكش الا ان انت تعمل الاتي، تروح جاي وتروح عامل ايه، 1 اكستندد. كل هارد ديسك ما فيهوش الماكسيمم بتاعه 1 اكستندد، بس طبعا مش مع 4 برايمري، على الاقل تشيل واحد يبقى معاك 3 برايمري و1 اكستندد. طب واحد يقول لي ممكن اعمل واحد برايمري و1 اكستندد، اه مفيش مشكلة. طيب بسيط اهو، اعمل كليك باليمين هنا واقول له كليك باليمين نيو بارتيشن، واقول له نيكست، واقول له اكستندد بارتيشن، واقول له نيكست، واقول له خد المساحة كلها اوكي فينش. الله خدت المساحة كلها، بس ايه ده عليه ايه؟ معلوش اي حاجة على فكرة. انت هتلاقي عندك الاي والاف والجي، وده حضرتك ما خدش اي لتر. طب ليه؟ قال لك اصل ده عبارة عن منصة زي مثلا ايه المسرح، يقف عليه الناس اللي بتتكلم او بتمثل مثلا او وات ايفر، فاوريدي ده مسرح، اللي قدام حضرتك ده مسرح. طيب المسرح ده عشان تشتغل عليه تقدر تقسم لوجيكال بارتيشنز. طيب يبقى هنا اكس 1 اكستندد، وهنا اللوجيكال بارتيشنز في الغالب ايه 26، ولو انت عايز تضيف اكتر من كده اتس اوكي، بس هو بعدد حروف اللغة يعني، هما مش هيبقوا 26، اقل من 26 كمان. طب فرضا يعني ليه؟ طب ما هو عشان تعمل لها ماونتنج بحروف اللغة. طيب هدي لك مثال، لو جينا هنا قلنا له كليك باليمين وقلت له نيو لوجيكال بارتيشن، واقول له بص ما عادش بقى في برايمري ولا اكستندد تاني. اولا مالكش اكستندد تاني، هو 1 اكستندد بس، حتى لو المساحة ما خدتهاش كلها برضو 1 اكستندد يعني، كنسل كده. لو انا جيت قلت له ديليت لده وقلت له كليك باليمين ونيو بارتيشن واقول له نيكست، واقول له اكستندد واقول له نيكست، واقول له بدل 100 اخليها مثلا 80 جيجا مثلا او 86 جيجا، اقول له نيكست فينش، خد اكستندد مفيش مشكله. اجي بقى اللي بعد ده اقول لك البس في الحيطه، لا بقى في برايمري ولا في اكستندد، خلصت خلاص. اها بدات افهم، يعني انت مالكش اكتر من واحد ايه اكستندد على الجهاز. جميل. طيب اكستندد ده المسرح ده تقدر تحط عليه كميه لوجيكال زي ما انت عايز. اقول له نيكست، اقول له اكستندد، اقول له نيكست، اقول له نيكست، خد المساحه كلها متبقيه، وكليك باليمين واقول له نيو لوجيكال، واقول له نيكست، واقول له لوجيكال، واقول له مثلا وليكن 5 جيجا تاني، ايه المشكله؟ اهو نيكست، اهو اهو دون فورمات يس، عمل لي بارتيشن 5 جيجا واللون اتغير شويه، خدوا بالكم موضوع الالوان ده. نيو لوجيكال درايف، اقول له نيكست، واقول له لوجيكال درايف نيكست، اقول له ايه 5 جيجا، اقول له نيكست نيكست ماشي، واقول له ايه دونت فورمات بارتيشن، اقول له نيكست فينش. خد بالك انا ده عملت بارتيشن ايه خامس اهو، وكليك باليمين ونيو لوجيكال. الله 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 الله، ايه الراجل شغال ما عندوش اي مشاكل، 5000 اهو، وعيش يا مان وعيش حياتك، وهكذا الى ايه الى اخره. يبقى هنا نقدر نقول البيزك ام بي ار او بيزك ماستر بوت ريكورد اخرك، لو عايز تعمل اكستندد درايف لاخرك تعمل 3 برايمري بارتيشنز ومعاهم واحد اكستندد، والاكستندد عليه عدد من اللوجيكال درايف. وها يا رجاله، طيب اللي فهم يكتب 5، اللي مش فاهم يكتب 6. فروم هشام علي بيقول لي ايه السبب؟ هشام بيقول ايه السبب؟ سبب ايه يا جميل؟ كتبها من زمان. طيب يعني في حاجة طيب انت مش فاهمها اقولها؟ يبقى هنا يا اولاد زي ما حضراتكم شايفين بقدر اقسم واعيش حياتي. حلو كلام؟ كلام رائع جدا. ده اخرك، اللي انت شايفه ده اخر حضرتك، ما تقدرش تعمل اكتر من ايه من كده. نتوقف لحظات هنا عند الحتة دي، نتوقف لحظات. واحد يقول لي انا عايز اعمل حاجة بس مش عارف، عايز اعمل شوية شغل مش عارف، هقول له طيب اهدى بقى عليا هنا في اللحظة دي، وتعالى ناخد ايه اي هبل في الجبل كده، كنترول ايه كنترول سي،
وافتحهم مثلا حطه لي في الدرايف ايه. اه انت ما فرمتش. طب اقول له فورمات اي درايف جي مثلا، فورمات اه كويك فورمات، ايه المشكلة يعني؟ واحط فيه ديتا. يبدأ يقول لي ده الكبير وده ما الكبيرش، مش مشكلة. بدأ يحط لي داتا زي ما انت شايف حضرتك، وانا يعني ساعتها ساكتفي بالكمية، لان هو شوية يقول لك ما اقدرش اعمل اكتر من كده. طيب كفاية دول، مش محتاج اكتر من كده. اقول له كنترول ايه كنترول اكس، اعطهم ايه فولدر هسميه 1، مش هرميهم بره، اعطهم فولدر اسمه ايه 1، حطيتهم فيه. كلام جميل، كلام جميل قوي. طيب حطيت الكلام ده فين؟ في الدرايف في جي، يعني قبله 2 درايف واخره 3 درايف. حلو، حطيت الداتا والدنيا زي ما حضرتكم شايفين اهي، والدنيا بيس رجاله و100 فل و14. وللأسف حضرتك جيت واتغبيت ورحت عامل كليك باليمين وديليت للبارتيشن ده مثلا واللي جنبه. مشكلة بتحصل، احنا طالما بنتكلم في جزئية الاستورج فحضرتك ياخد محاضرتين ثلاثة مفيش مشكلة، بس حضرتك تخلص منه الجزئية دي نهائيا. طيب ايه بقى؟ مع السلامة. المشكلة انت ممكن تحط برنامج ريكفري مثلا يرجع لك الداتا، اتس اوكي، بس الداتا كتير. طب هعمل ايه؟ قال لك تعالى قول له سيف. هنحط تحت هنا اسطوانة حبيبتنا طنط هيرن، اسطوانة اسمها هيرن ساكري اكاديمي. اوكي ايمجز بوت اوكي ريستورد اديشن. النسخة دي برضو مرفوعة لك على الموقع، تقدر تاخدها. هنعمل ريستارت للماشين، او خلينا نعمل شوت داون. انا حطيت اسطوانه، الاسطوانه دي مفترض انها تكون معاك او زيها تكون معاك، يعني اسمها هيرين بوتس دي. سعادة البي انا هاجي هنا في الباور عشان دي فيرتشوال ماشين، لكن لو جهاز عادي مفيش مشكله. اقول له باور اون فيرموير، افتح لي على البايوس، شغلني على البايوس بتاعت الايه بتاعت السيستم، وهات لي البوت وخلي لي اول يعني عندك هنا سيدي روم تحت. اقول له لا خلي لي السيدي روم ايه اول حاجه. اقول له اكزيت اند سيف تشينجز يس. كده انا حطيت اسطوانه الهيرن، ابدا ان انا ابوت ايه منها. الاسطوانة ديت انا اقدر اقول له هنا انا عايز بيقول هنا بوت فروم هارد درايف، معناه ان هو هيخش على الويندوز. لا انا مش عايز اتش بي سي دي بروجرامز دوس بوت منيو. اوكي مور يوتيليتيز، وريني المور يوتيليتيز. فهارد ديسك مانجمنت اند كلونينج دايجنوستكس داتا ريكفري انا عايز دول. باراجون ديسك اكتيف ديسك لا مش عايز دول خالص ولا واحد من دول. واخدين بالكم يا رجال؟ انا عايز العيله بتاعت الاخوه اكرونس.
دوس منيو بارتيشن تولز، اجي بارتد والرانش والرجاله دول، ولا عايز اي واحد بتنجان منهم. ريستورد يوتيليتيز هنا، هنا الرجاله موجودين اهم. ديسك دايركتور سيبه بيحمل لوحده. قولي اوتوماتيك مود ولا مانيوال مود؟ لا يا عم انا راجل ايه، مانيوال. واحده واحده كده. الهارد ديسك ال 250 ايه، ال 250 جيجا. فهقول له هنا ريكفر بارتيشن، اقول له نيكست مانيوال، واقول له نيكست، واقول له هنا اوكي، يلا نيكست فاست. خطأ منك، الدنيا وقعت، فانا عايز اعمل فاست اشوف الدنيا. ما جابش حاجه، ما جابهاش فاست. هنا الانالوكيتد اللي انا عايزها، هنا لا. يلا نيكست. الراجل ما جابش حاجة، اقول له كومبليت. خد بالك ان الاوبشن الموجود على الدرايف ده قديم شوية، نجربه على برنامج احدث من كده ان شاء الله هيجيبها تاني. دلوقتي هي القصة كلها حداثة او قدم البرنامج يعني. هنا في درايف، وزي ما انت شايف هنا في درايف وهنا في درايف. هو راجل ما شالهمش ولا عمل معاهم اي حاجة. طيب فاضي، جميل. دول بارتيشن اللي احنا بارتيشنز اللي احنا عملنا لهم ديليشن. وفي الاخير هنا في واحد معمول وعليه ايه الديتا، فانا بقول له لو سمحت اعمل له ريكفري. ما اعتقدش ان هو برضه هيجيب حاجه لان هو مش قادر ايه يشوف. طيب يبقى ده الحاج اكرونس اديشن كام؟ ده كان اديشن 10، قديم برضه. في اوبشنز تانية غير الموضوع دوت بيفيدنا هو فيها، لكن احنا انا عايز دلوقتي ان انا استفيد بان انا ارجع الديتا بتاعتي. طيب بسيطة، هروح اقول له اطفي الفيرشوال ماشين، باور اوف. وانا عملت باور اوف كده خلاص، هقول له الهارد ديسك موجود هنا في ديل. خد بالك انا اقدر اعمل له ماونت وكنسل كنسل كنسل كنسل
عملت له ماونت عندي على الجهاز بتاعي، واحد يقول لي يعني ايه ماونت؟ كاني جبت لو ده هارد ديسك يو اس بي وصلته على جهازي يعني. كليك باليمين ومانج وديسك مانجمنت اهو تحت الهاردات اهي زي ما كانت متوصله فين؟ في اخونا الاكس بي معايا كما هي، كاني فلوبي سوري يو اس بي درايف وخدته وركبته مفيش مشكله. طيب اخونا ان شاء الله الايزاس بارتيشن ريكفري دي نسخه احدث شويه من اللي كنا شغالين عليها، فاجي اقول له والله الانالوكيتد سبيس، الانالوكيتد سبيس ديت هعمل عليها كليك من يمين وعايز ادور على بارتيشن ريكفري اهو. واحد يقول لي انت التاني كان اكرونس وده ايزاس، والله تحس يا جماعه ان تقريبا كانوا اتنين شغالين مع بعض في شركه واحده، مش اتنين طبعا اكتر، بس يعني شغالين في شركه واحده وبعدين انفصلوا عن بعض، زي مثلا ايه زي ديزني وبيكسر سوري واس مش بيكسر دريم ووركس، لما المدير التنفيذي بتاعها سابها وراح رايح اشتغل في دريم ووركس، فتلاقي ان افلام فتره طلعت شبه بعضيها بنفس الاسماء ونفس كل حاجه. فهنا هقول له بارتيشن ريكفري، تعالوا نجرب ونقول له فاست بسم الله. بص على طول جابه اهو، جابه بيقول لك ديليتد بارتيشن 4 الكباستي بتاعته 4 جيجا، اتس اوكي جميل. علم مجرد ما علم عليه خلاص ده ضافه عندنا، اقول له ايه بروسيد اهو، هيبدا ان هو ايه يكريت اون اوبشن ابديتنج انفورميشن. تعال نشوف كده هل ده بقى جواه داتا يعني ولا ايه النظام، هنشوف. اكسبلور بارتيشن، اكسبلور بارتيشن دي حلاوتها كمان انها مش لازم تروح تفتح من ماي كمبيوتر، ممكن ما يكونش بيتفتح من ماي كمبيوتر، فعندك اكسبلور بارتيشن دي بتفتحه وتشوف الداتا. اه بص جواه الداتا اهو بتاعته اهو، فولدر 1 اهو عليه الحاجه. اوكي فهو اوريدي واخد درايف نيم اهو ال ال وموجود اهو وعليه الداتا ايه بتاعته. ما تجيش بقى تتغاب على نفسك ويبقى عندك مثلا البرنامج بتاع الاكرونس اللي انا شغال بيه ده وما جابش، خلاص يبقى اوه مش جايب، لا ما بيجيبش وروح مفرمط بقى وشيل الدنيا. لا الحوار كله بكل بساطه ان انت تقدر ايه تجرب بكذا بروجرام بس ما تضيعش الدنيا، ما تاخدش خطوه مهمه جدا الجزئيه دي عشان الجيومتري بتاعت الهارد ديسك ما يحصلوش حاجه. طيب اللي فهم يا جماعه يكتب 5، اللي مش فاهم يكتب 6 الى الان. الى الان اللي فهم يكتب 5 ولا 6 مش عارف، في حد كاتب 6؟ اللي كاتب 6 مش فاهم يا مازن، مش فاهم ولا ايه؟ مش فاهم 6 يعني مش فاهم، 5 فاهم، ايه اللي مش فاهمه؟ طيب انه جزء اخير ان انا ارجع الداتا ازاي يعني؟ دلوقتي انت معاك هارد ديسك عادي او يو اس بي، الهارد ديسك ده اتدلت منه بارتيشن كامل، عايز ارجع الداتا بدون ما اقعد سنوات ارجع في الداتا او ساعات انا ارجع في الداتا، فبكل بساطة حضرتك هتيجي على الهارد وتشتغل عليه برنامج ايزاس بارتيشن ريكفري، وتروح جاي على المنطقه الفاضيه بتاعته وتقول له اي بارتيشن ريكفري وتقول له نيكست، يبدا ان هو يرجع لك الايه البارتيشن. لو خدت بالك عشان ما تحطش عليه داتا اللي هو الاولاني ده فما رجعوش ملوش لازمه، لكن اللي عليه داتا رجعه، جاب لك الداتا، جابه لك بالداتا بتاعته والدنيا بيس معاه لانه كان متفرمط ومعروف اوله فين واخره ايه فين، اما اللي مش متفرمط خلاص. طيب هنا الناس فاهمه لحد هنا؟ كل فهم خلاص فاهم يا عم مازن؟ جميل، كليك باليمين هنا هقول له ديليت بارتيشن سيرفيس تيست ريبيلد ام بي ار وايب ديسك. وايب ديسك معناها عارف انت اللي بيمسك مناديل مبلله
ويبدأ ان هو يمسح بيها الهارد، مش الهارد ديسك، يمسح بيها مثلا المكتب اللي انت قاعد عليه، بينظف بقى خالص. فهنا الوايب هنا بينظف خالص، بيشيل كل حاجه. فانا اقول له ديليت اول بارتيشنز، امسح كل حاجه. اقول له لا، طب في عندك حاجه اسمها كوبي ديسك. كوبي ديسك دي بقى غايه في الروعه. عندك داتا هنا، ويمكن اخ لينا عزيز لينا الحته دي عملت، كانت معاه شغل قبل كده، صح كده ابو عزت؟ الله يكرمك. بص يا ابو عزت، دلوقتي احنا عندنا الهارد ديسك ده فيه 4 جيجا، بس مشكله ابوه ان الهارد ده يعني وقع فيه باده، عليه باد سيكتور. واحد يقول لي مين الباد سيكتور ده؟ انا ما اعرفش انا حاجه. يعني حضرتك بيقعد تك تك، بيجي تفتح الهارد ده يقعد تك 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 معاك، لكن ما تقربلوش. ماشي، الفوليوم ده الدرايف ده لما ما تقربلوش اتس اوكي. طب انا عايز الداتا اللي عليه. فحضرتك يا اما تعمل ريستارت وتخش بالهيرن، يا اما حضرتك هتيجي بالبرنامج زي كده على جهاز، وتروح ايه معلم على البارتيشن ده، وتقول له بسم الله الرحمن الرحيم، وتقول له ايه، ها كوبي بارتيشن، كوبي بارتيشن. هيبدأ يعمل اناليسس له ايه اللي فيه، وياخد وقت قد ايه والحوار ده، وقول له نيكست. طيب البارتيشن اللي انت علمت عليه ده عايز تحطه فين؟ فاقول له هنا. هنا لا، خد بالك هنا اهو مش موافق. احنا خدنا ده البارتيشن اللي انا عايزه. لا والله موافق، انا اسف، الاول كان ممكن لازم تحط درايف تاني. طيب اقول له نيكست. هو الهارد ده كده برمته بالداتا اللي عليه بنفس الحجم ولا ايه نظامك؟ اه هو زي ما هو اتس اوكي okay. فهديله ايه، فينيتو، فينش، خلص، خده كوبي واعمل فينش. فهو في لحظه خده كده؟ لا، هو في الحقيقه مش في لحظه، ولسه هياخد وقت. هو بيقعد يكبير كل سيكتور، فهيدي لك تايمينج على حسب المساحه بتاعت حضرتك. انت عندك 5 جيجا، ممكن ياخد مثلا ياخد ربع ساعه، ياخد نص ساعه، ياخد ساعه كده، يعني كل حاجه ليها وقتها. ممكن انا في مره حاجه زي كده حصلت مع واحد، قعد له مش عارف 8 ساعات او 12 ساعه. فوانس انا هقول له ابلاي، هيبدا يديني ايه التايمينج بتاعه. عشان الداتا هنا صغيره ممكن يخلص بسرعه، ما ياخدش وقت كتير، لكن هو اي تايمينج هيديهولك هيبقى الراجل ده صحيح فيه. طيب دلوقتي انا there are some errors occur writing partition chain on disk. It's okay. هنا عملتها ولا ايه؟ ابديتنج. جميل. نفس الدرايف ده، هو نفس الدرايف ده نقل لي الداتا في درايف ايه تاني. فؤاد بيقول مهندس البرنامج ده ممكن اعمل بيه ريكفر للداتا ولا بس للدرايف؟ لا، البرنامج ده فيه ايزاس داتا ريكفر اللي هو ده فوق اهو، وتبعهم برضو، ولكن ده مش بتاع الداتا ريكفري، ده بتاع بارتيشن ريكفري بالداتا اللي عليه لو هو اتمسح البارتيشن. يعني لو عندك البارتيشن تعمل له ديليشن، اتمسح، تقدر ترجعه بالداتا اللي عليه، لكن انت فرمطته لا، هو ما بيرجعش الداتا المتفرمطه. خلاص، في بعض الاحيان تيجي توصل فلاشه او هارد او كلام من ده، تلاقي البارتيشنز كلها ساحت مش موجوده، فاقدر ارجعها بهذا الايه، بهذا النظام. او بتسطب لينكس مثلا، وبعدين شاورت له على درايف من دول وبدأ يسطب، وبعد كده جيت من جوه رحت ايه ماسح الدنيا، فالدنيا كده بزرميت خالص كده يعني. دي حاجة. الحاجة التانية انا بتكلم على اني لو درايف من الدرايفز بتوعك في مشاكل عليه، باد سيكتورز، تعمل ايه؟ فتحلها ازاي؟ طيب فرضا كده انا عايز ال ده خلاص انا مش محتاج منه حاجه، هقول له ايه ديليت بارتيشن، امسحه. فرضا انا بتكلم على بقى ايه، انا لسه كل ده في ام بي ار، بيزك ام بي ار، وان انا كاني شغال لازلته على ويندوز اكس بي.
فعايز اقول له انا عايز اكبر البارتيشن اللي هو الاربعه ده، اكبره شويه. فاقول له بقى ماشي، اقول له ريسايز بارتيشن، وابدا ان انا ايه اخد من اللي جنبه هنا. الويندوز ما بيتحلكش تعمل كده، ان انت تاخد من اللي جنبه دي ما بيتحلكش ده في الويندوز، لكن في من خلال برامج زي كده بيتحلك. بس نصيحه من اخ، اذا هتشتغل ببرنامج ده يبقى افضل اشتغل بالبرنامج ده على كل حاجتك. واحد يقول لي فرضا، طب انا ايه، انت بتقول لي ما تجددش؟ لا جدد وجرب على فيرتشوال ماشينز. بس اذا انت هتشتغل في الهارد ديسك بتاعك، ما تعملش زي في مره، بمره كانش لسه الايزاس كنت تعرفه او كانش موجود مش عارف، لكن كان موجود الاكرونس وكان موجود البارتيشن ماجيك بتاع سيمانتيك وكان موجود الديسك مانجر بتاع مايكروسوفت. فعملت حته بده وحته بده وحته بده، هوب الهارد طرقع بالداتا اللي عليه. طبعا رجعت الداتا بس طلع عين اهلي عشان ارجعها، ويعني لازم تجيب هارد بقى، دايما الواحد بيحب يشتري اعلى هارد، فعشان تجيب هارد تنقل عليه الداتا فلازم تجيب هارد زيه، فلازم زي الشاطر تنزل تشتري هارد نفس الحجم عشان تاخد الداتا عليه. فالموضوع مش محتاج ايه يعني ان انت تقعد تشتغل بخمسين حاجة، هتشتغل بالايزاس بارتيشن ريكفري لو سمحت. ماستر لو سمحت اشتغل ببرنامج دوت، ما تغيرش على نفس الهارد ده، ما تغيرش. عايز تشتغل برنامج تاني اشتغل بس على هارد ديسك تاني مش نفس الهارد. طيب انا كده كبرت المساحة. حلو حلو ماشي، اقول له ايه اوكي. طيب دي طريقة من الطرق في ان انا كبرت المساحة، ان اخدت من حاجة جنبي. جميل كده، رائع. طيب هنتعلم برضو ده في الويندوز، ولكن مش بالشكل ده في الويندوز طبعا، مش اكس بي، الكلام ده مش متاح في الاكس بي، ده في برامج. طيب انا عاوز اخد مساحة اكبر شوية، طب ما امسح اللي جنبك دول خد منهم. لا طيب، فعندك هنا ايه اللي ممكن يحوله؟ ريسايز اند موف بارتيشن ما ينفعش. اخد من ده ازاي؟ ما فيش خلاص. طب ايه الحل؟ قال لك في حاجة اسمها ميرج بارتيشن. حلو الكلام. طيب تعال نشوف ايه ميرج بارتيشن دي بتعمل ايه. البارتيشن ده كام؟ اللي هو ال L اهو، احنا كنا في ال L اهو. طيب هميرجه فين الراجل ده؟ اهو ده L. طيب عايز اقول له ايه؟ please choose a partition to merge. طيب ده 4 جيجا 4 جيجا 4 جيجا 9 جيجا، مفيش مساحة تمرج عليها. واحد يقول لي لا مرج، انا مثلا هاخد هنا، انت عايز تكبره ادي هو 10 جيجا مثلا 9 جيجا وشوية، عايز اخليه مثلا ايه 50، يبقى هنا اخد من هنا 40 مثلا او 41. فاقول له كرييت بارتيشن اوكي، وخليه ام ولا يكون، مفيش مشكلة، ولا هو ايه ده اللي هناك ده برايمري، يبقى خليه برايمري زيه اوكي. احنا عارفين بقى موضوع البرايمري، واسحب والعب زي ما انت عايز اهو 40,000. خلاص يا رجاله، قول له ايه اوكي. طيب من احد الحاجات الحلوه ان انت ممكن في حته معينه فيها باد سيكتور، طب ايه ابعد عنها شويه، واخد بالك انت، اقرب من هنا شويه، يعني البارتيشن مش لازم يبقى على اليسار خالص، لا امشي حته. فكنا بنلعب اللعب الجميل ده الاول. المهم اخدت بارتيشن اهو 39 وكسر اهو، عايز بقى ميرج ده على ده، بسيط اهو، كليك باليمين قول له ميرج بارتيشن، خليه ال L مع ال M اهو. merge selected partitions، وليه مش عايز ياخد ال L مع ال M؟ هي ما عملش apply. اوكي apply جميل. there is some error occurred while writing partition chain disk. يا عم الحاج انت مجنون ولا شكلك كده؟ طيب اكليك باليمين نقول له ميرج تاني، معلش اهو ميرج. ده عبيط ده ولا شكله كده؟ please choose partition to merge. امال ال 78 فين؟ اشمعنى اللي جنبه يعني؟ انا بياخد اللي جنبه ما خدش التاني. المفترض ان هو ما ياخدش اللي جنبه ولا حاجه. بس طيب
افترض ان هو في اي حته، هي بس مشكلة عشان موضوع لوجيكال. طب خلينا بقى من اللوجيكال والاكستندد والهبل ده. اها صحيح، ما هو مش شايفه اساسا. تهبل هنا على شكلك كده اهو. كده يظبط ان شاء الله. طيب انا بقول له كليك باليمين اهو، واقول له ايه هنا مير، لو هياخد الام اللي فيه ايه 39 جيجا ياخده مفيش مشكله. العائق كان معاه مش عشان في مسافه بينه وبين التاني، لا عشان موضوع اللوجيكال والبرايمري والكلام دوت. فانا هقول له هنا اوكي اهو، find some partitions error continue the operation yes. بوت فيلير ليه يا عم الحاج؟ لو خدت بالك هو واحد يقول لي لا ده كده خد المساحه كلها، هو عشان لقى المساحه ما بينه وما بين التاني فاضيه فضافها معاه. هو ضاف ال 9 جيجا لو خدت بالك، هو دلوقتي هو ضافها معاه. لكن اتس اوكي ما فيش مشكله اهو. لو جيت هنا قلت له كريت بارتيشن مثلا وخليه برايمري وليكن خليه مثلا 16 اتس اوكي اهو اتش زي ما انت شايف ما عندوش اي مشاكل، بيعمل لي درايف وحاجه. اقول له نط لي على اللي جنبه دوت وخد لنا ايه منه المساحه اللي انا عايزها. زي ما انت شايف البي هنا واخد مساحه. طبعا من الغباء ان انا اجي اقول له ايه، اجي اقول له مثلا كانسل ولا حاجه زي كده وهو شغال هنا، يبقى انا كده خربت الدنيا. خدوا بالكم من الكلام ده رجاله، ما ينفعش تقول له كانسل، سيبه يخلص. حتى لو في مره مشيت معاك كانسل ارجوك لو سمحت سيبه يخلص. طب حاجه اقول له هنا ميرج بارتيشن، خد بالك ممكن ميرج مع اللي جنبه ده او اللي جنبه ده. اقول له لا، طب انا وليكن يعني كريت بارتيشن للبعيد ده وخليه برايمري بارتيشن وخليه خد المساحه كلها ال 92 جيجا. هل اعرف اعمل ميرج هنا؟ اهو استنى الاول اقول له ابلاي. خليه يعمل ابديت. هقول له كليك باليمين هنا واقول له سوري ميرج بارتيشن. لا ما عادش بيعمل كده. هنا احنا اتاكدنا تماما ان ما عادش بيعمل ميرج مع درايف بعيد. الاول كان بتتعمل خلاص يا رجاله في البيزك ام بي ار دي كانت بتتعمل، وممكن لو عملنا ريستارت دلوقتي للماشين او ليه من ريستارت الماشين كنترول او خلينا نخرج من منه ما عنديش مشكله اهو، ونعملها ببرنامج تاني هتشتغل. بس ده احنا اتفقنا انها غير محبب ان تتعمل كده، لكن خلينا نفهم الدنيا ماشيه ازاي عشان لو في يوم من الايام حصل معاك حاجه زي كده اتس بيس. ديتاتش فكك منها و هنقوم بقى المكنه الاكس بي. في ام 2 اكس بي فهقول له لو سمحت انت قوم لي ماشي اوكي هارد ديسك اوكي يلا قول له ريستور ذا يوتيليتيز
نورتون جوست اكرونس ايمج ترو اللي هو ترو ايمج، هقول له لا ديسك اي دايركتور. اوتوماتيك مود مانيوال مود يا سيدي. خد بالك حضرتك هنا ده 63 جيجا اللي كان في النص، وفي الاخير في عنده درايف. طيب عايز اقول له هنا ميرج مثلا، فجيت والله قلت له هقول له الدرايف ده عايز اعمل له ميرج. بص خد بالك الميرج هنا ما فيش، يعني ما الراجل هنا في البرنامج مش طالق مش قادر. طيب الدرايف الاساسي فيه والله، لكن التاني ما فيهوش عشان ما فيهوش مساحة فاضية. يعني هنا خد بالك ببرنامج تاني، عليكم السلام ورحمة الله، اللي هو الاكرونس هنا شغال بطريقة مختلفة، عشان كده بقول لك عشان يعمل ميرج لا لازم يكون في عندك مساحة فاضية. طب هقول له وليكن هاخد ال 92 ده، اقول له ديليت يا سيدي اهو، ما عندكش اي مشكلة، اقول له ديليت بارتيشن. هل هنا دلوقتي اعلم على علامة السباق او كوميت، اقول له بروسيد عشان تعرف بس انت يعني كلامي دقيق ازاي. الحمد لله على سلامتك حبيبي. كليك بيمين اقول له هقول له هنا مرج بسم الله، وهاجي اقول له الباشا ده نعمل له ايه، نعمل له مرج. اها لا مش قابل برضه. طب ليه؟ طب اشمعنى يعني لازم ياخد من اللي جنبه؟ ما كانش كده يا جماعة والله، يبقى كان في البارتيشن ماجيك، كان ياخد من حد بعيد عنه. انتوا معايا يا رجالة؟ يعني مش لازم جنبه يعني. طيب بس خد بالك هنا ان الميرج هنا مختلف. ليه؟ الميرج هنا في الاكرونس لازم ياخد من اللي جنبه الفاضي. يعني لو قلت له اهو 16 جيجا، هناخد 16 جيجا ده نعمل له ميرج نيكست. ده اعمل له ميرج مش راضي، مش هيرضى. بص هنا مفيش، قول له 16 ده اتس اوكي نيكست. فيكس الديسك ده فري 16 جيجا توتال سايز 16، سيلكت ان امتي فولدر برضه لا مختلف، الموضوع هنا مختلف، لازم اعمل له فولدر اقول له حطه جواه كده، هعمل له ماونتنج في فولدر، يعني كده هكريت له فولدر اقول له اعمل لي ماونت ده جواه بحيث ان هو فولدر جوه فولدر. لا دي قصه لسه هناخدها مع بعض كمان شويه ان شاء الله. طيب يبقى اذا بروجرام زي ده ما جابش معاك. لو دوسنا هنا ام في برنامج الهيرن، حضرتك لازم الكلام ده يا جماعه تبقى اوير بيه شويه، ديسك تولز يعني تتفرجوا على الفيديو وتعيدوا وتعيشوا معاه تاني. بارتيشن تولز، تعال عند اخوك جي بارتد. اوكي البروجرام ده رائع جدا برضو. هارد ديسك تولز سي جيت وستر ولا اي حاجة من دول. سمارت اف ديسك رانش سوبر ديسك، انا عايز حبيبي دوت البرنس جي بارت شبه البارتيشن ماجيك. انيبل تو اوبن دوس فايل لينكس فيلد كوماند لاين بارامتر يوسج جروب اوبشن باي باس. ماشي ماشي يا سيدي. المهم عشان يرجع لك الديتا بتاعتك اقول له بارت دماغك شغله لي يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم.
ميزة الأسطوانة عليها نسخ لينكس قايم عليها البروجرامز بتاعتنا، وعليها نسخ ويندوز قايم عليها البروجرامز بتاعتنا، فالموضوع بيس، وتقدر ان انت تعمل كل اللي في دماغك فيه. يعني نسخة لينكس قايمة عليها. طيب لو جينا هنا بارتيشن اديتور، ده شبه البارتيشن ماجيك بتاع السيمانتيك بس اوبن سورس. هنا بختار الهارد ديسك اللي انا عايزه، الهارد التيرا ولا ال250؟ لا ال250. طيب خد بالك الهارد ديسك بتاعك اللي انت كنت عايز تكبره ده، هل الاوبشنز موجود فيه ريسايز وفورمات؟ هنا طبعا الفورمات هنا عشان ده لينكس يا باشا، فما شاء الله حضرتك ايه، يا ريت تاخد برنت سكرين من الشاشة دي يا جماعة، الناس كلها يا ريت تاخد برنت سكرين من الشاشة دي، خدوا برنت سكرين دلوقتي. ويا ريت حد يبعتها على الجروب دلوقتي. ها حد خدها؟ ابعتها حالا. لا واحد يجيبها ويرسلها على الجروب بس. طيب لان احنا يعني زي ما انتم شايفين كده في حاجه اسمها فات 16 وفات 32، واخد بالك كان في قبله حاجه اسمها فات 12 وان تي اف اس وسواب درايف الاكس تي 2 و3 و4. مين دول؟ مين الناس دي؟ وفي رايزر 4 ورايزر اف، مين الناس دي؟ شويه حاجات شويه مهمه شوية مهمة. الله ينور. طيب في ماونت اون اللي هي حط جوه درايف، واخد بالك انت؟ مفيش اوبشن زيادة عند الراجل ده، ما ادانيش اوبشن زيادة. او بارتيشن ديليت وريسايز وموف، ممكن تقول له ريسايز بس الريسايز في الحدود اللي ايه؟ يعني اللي جنبك، نكمل هنا ولا من هنا؟ داتا ريسكيو، لو في داتا ضايعه شوف لي الداتا اللي عليه، بس ما جربتش موضوع الداتا ريسكيو. طيب عموما كان حبيبنا البارتيشن ماجيك كان بيعمل كده، بس اتفقنا دلوقتي ان انت هتشتغل بحاجه، ما تجيش تقول لي هشتغل بارتيشن ماجيك واشتغل باكرونس واشتغل بايزاس بارتيشن ماستر، انت كده كده خربت الدنيا. الهارد كل سنه وحضرتك ايه. طيب ف عجبك البرنامج بتاع البارتيشن اديتور ده، خلاص خليه البرنامج الرسمي بتاعك. عجبك الايزاس اتس اوكي، عجبك برنامج اي برنامج منهم اوكي okay. يا عم يخرب بقى ايه هنا بقى ايه كومن لاين. قلت له اعمل ريبوت، اعمل ريستارت، وبدأنا نخش تاني على الايه الاكس بي بتاعنا. طيب هل ده كل اللي قدمه لي اكس بي؟ خلاص ما اكس بي كده مات، ما عادش عنده يعني طاقه ان هو يعمل حاجه اكتر من كده؟ قال لك لا. مين قال كده؟ مين قال كده؟ حاجه اسمها الدايناميك ديسك. بس خلينا نوقف التسجيل ونبتدي فيديو جديد.